على متن هذه الشاحنة تمكن أعوان الأمن بمنطقة جبل جلود من ولاية بن عروس من حجز كميات كبيرة من الخمر كانت ستوزع خلسة، إلا أن الكمين الأمني أطح بالمنحرفين. المعلومة اللي السيد ذا قاعد يعبي في كمية هامة من الخمر، من بعد شيء يتم تفريقها على البيع الصغار. قاعد نتبعه في الكاميون، نصبنا له الكمين وتم شديناه. تم معناها وضع كمين وتم حجز الشاحنة في حال تلبس، تم حجز حوالي 14400 علبة جيعة. الموضوع تم بنجاح، تم الاحتفاظ بالسيد وبش نطبق عليه القانون. أكثر من 18 عملية تدخل ناجحة للسيطرة على ظاهرة بيع الخمر خلسة في المنطقة، وتعد هذه الكمية الأولى من نوعها، خاصة وأن المنطقة الأمنية أنشئت منذ شهرين فقط. تم تكثيف الحملات للتصدي لظاهرة هذه، تم تسجيل حوالي 18 عملية تراوحت المحجوز بين 500 و1000 علبة جيعة ومواد كحولية مختلفة. وبمظهر شاب عصري قبض على هذه الفتاة وفي رصيدها 12 عملية سلب تحت طائلة التهديد. هو في ميامي وكملت بالتاكسي أنا لجبل جلود، هبطت في حي الفتح يا أخي يوقف، جيت باش نخلص ونحيت المفتاح وجبت عليه السكين يا أخي، خاف وهرب، هبط من التاكسي وهرب. فكيت له تليفون واربعين ألف الكاسة. تقول هذه الفتاة المنحرفة أن الظروف العائلية القاسية أجبرتها وشقيقاتها على القيام بعمليات بركاج بالضحية الجنوبية في الفترة الأخيرة. ساعات وقت نتعارك مع بابا، وبابا هو السبب، كان مش من بابا ما نعملش أنا الشيء ذي كل. دونك الغرض تم تكثيف الدوريات المدنية، أمكن إلقاء القبض عليها. اعترفت بارتكابها لسلسلة مماثلة، اعترفت بارتكابها لحوالي 12 عملية سلب تحت طائلة التهديد في أماكن مختلفة في وسط تونس العاصمة، في جبل جلود، في نعسان، في أماكن مختلفة. تم فتح بحث، تم الاحتفاظ بها بعد تنسيق مع النيابة العمومية بالطبيعة. رغم نقص المعدات والتجهيزات، إلا أن خطط الأمنيين هنا كللت بالنجاح وقبض على أعداد هامة من المنحرفين. وعملنا لهم برنامج وبدينا بالكل مرة نشدوا، شدينا طرف هذا منحرف خطير من الكبارية محل 18 منشور. مع احتقان الوضع الأمني في تونس يتزايد ما يسمى بالبركاجات في طرق وشوارع البلاد، إلا أن عدسات قوات الأمن لا تنظر فقط إلى الإرهاب.